السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الأول، الجملة الفعلية. صنف الأفعال الآتية إلى ماض ومضارع وأمر: كتب، اقرأ، يلعب، يسمع، قم، العب، أرسم، رأى، عمل، نجري، تفوز، جلس، درس، صم، نام. الجملة الفعلية. الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل، مثال: يفوز المتسابق، يشرح المعلم الدرس، يأكل الولد التفاح، تنام البنت ليلا. اقرأ ولاحظ الأمثلة التالية: المثال الأول، تشرق الشمس صباحا. أحسنت، الجملة هنا بدأت بفعل تشرق. المثال الثاني، يقود المتسابق الدراجة. الجملة الثانية بدأت أيضا بفعل يقود. المثال الثالث، يلعب الولد بالكرة. الجملة أيضا بدأت بفعل وهو يلعب. حدد الفعل والفاعل في الجمل التالية: أحرز اللاعب هدفا، قرأ التلميذ القصة، دخلت الكرة المرمى. المثال الأول، الفعل هو أحرز. أحسنت، والفاعل أيضا هو اللاعب. المثال الثاني، الفعل هنا قرأ وهو فعل ماضي، الفاعل هنا هو التلميذ. المثال الثالث، الفعل دخلت، أما الفاعل فهو الكرة. فكر وأجب. حدد الفعل والفاعل من الفكرة التالية: أحب وطني ويحبه كل مواطن، فيه سكن الأجداد وعاش الآباء، ونعم المواطن بالعزة والكرم، وفي وطني يتعاون الناس وتستقر الحياة، لأنه يحكم بتعاليم القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. حدد الفعل والفاعل من الفكرة السابقة: